وصلنا للفقرة الطبية. صحيح يا رشا، يعني هاي الفقرة يمكن من أكثر الفقرات اللي بتهم كل المتابعين بالعموم، لأنه بنحكي عن أمراض موجودة جدا وشائعة. اليوم رح نحكي بفقرتنا الطبية عن آلام المفاصل والعظام. كتير أشخاص بيقولوا أنه هي مرتبطة بنمط الحياة، بالنمط الغذائي، بالعادات الصحية، عادات الجلوس، عادات القيام، كلها هي بتأثر على المفاصل والعضلات. ولكن شو الصحيح؟ وهل فعلا أيضا شرب السوائل، الرياضة، كل هاي الأمور بتأثر؟ خلينا نعرف التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو دكتور بهجت عكروش، وهو اختصاصي بطب الإسعاف. يسعد أوقاتك دكتور، ورمضان كريم. يسعد صباحكم، يسعد أوقاتكم، ورمضان كريم على الجميع. صباح الخير دكتور، ورمضان كريم عليك. اليوم عم نحكي عن الموضوع، خلينا نقول مو بس شائع، خلينا نقول مرض العصر. يعني عم نشوف اليوم شباب وصبايا بأعمار كتير صغيرة، بتلاقي إنه إشارات استفهام إنه بيعم بهذا العمر في حالات عظمية جدا بالفقرات، بآلام المفاصل. اليوم شو هي الأسباب اللي عم تؤدي لهي الآلام؟ للأمانة للأسف فعلا مثل ما تفضلتي وحكيتي، هاي الأمراض كنا نشوفها من زمان عند الكبار. صحيح. هلأ عم نشوفها عند الشباب بمقتبل العمر، عم نشوف الآلام موجودة عندهم بكميات كبيرة. الأسباب كتير. إذا بدنا نبلش بالأسباب الأساسية اللي هي التغذية الغير صحيحة، هذا رقم واحد. اثنين، العادات الإجرائية اللي عم نعيشها، الحضارة بين قوسين، الحضارة اللي على أساس نحن عايشينها، وصارت السيارة، وصارت قلة الحركة، البعد عن الحياة الطبيعية، الهواء الغير نظيف، مثل ما حكينا التغذية الغير صحيحة، رياضة ما في أبداً ما في أي حركة، في خمول عند الشباب وعند الأطفال، ما في هاي الحركة اللي كنا نشوفها عند الكبار اللي قضوها عم يروحوا على الزرع وبياكلوا أكل سليم وأكل نظيف وهواء نظيف، تغذية صحيحة. كل هاي الأمور لا شك أنه أثرت تأثير كتير كبير على ظهور هذه الأمراض أو ظهور هذه الحالات اللي للأسف أصبحت معممة. نادراً جداً ما نلاقي شاب يعني بقوته، بعنفوانه، شاب أو صبية، طبعاً ما قصدي الشاب بمعنى الذكر. فلذلك هذا يعني مجموعة ظروف، مجموعة عوامل حقيقة هي وصلت فينا إلى أن نصل إلى حالة الآلام المعممة اللي عم نشوفها هلأ بالمفاصل، بالعضلات، بالأوتار، بالأربطة، بكل شيء عندهم في خمول معين. من سوء حظ مجتمعنا انه شبابنا بهي الايام هن شعب متواكل اكثر ما هو شعب يعني اكتف اكثر، حرك اكثر، طبعا لاسباب وظروف كثير كبيره. اكيد. طيب دكتور بهجت، خلينا نحكي شوي كمان. اليوم من المعروف انه الاشخاص مو بس الخمول، كمان الاعداد الغلط، يعني ممكن يكون هو بيتحرك بس بيجلس بطريقه غلط، بيحمل مثلا اوزان بطريقه غلط. خلينا نحكي كمان عن هاي التفصيل وقد ايه مهم اليوم، إذا بحمل جهة أكثر من جهة، بتعود على شيء معين، هذا الشيء بيأثر أيضاً على المفاصل. بالتأكيد أستاذ سلمى، في شيء مهم جداً حكيته قبل شوي بين قوسين، الحضارة، الحضارة والإنترنت. منشوف هلأ كل الشباب كبار وصغار، لكن عم نحكي على فئة الشباب لأنه هي العنصر الأساسي بالحياة وبالمجتمع. قعدة النت للأسف صارت هي القعدة اللي بتاخد وقت طويل وبتسرق الإنسان بوضعية خاطئة أساساً. يعني إما عامل ماسك الموبايل وراسه كلنا صار عنا قراص طبيعي. يعني أنا معلومة بين قوسين صغيرة كتير، إنه نحن بس إذا أنت ماسك الموبايل وعم تطلعي فيه لتحت، وزن الرأس بيوصل لمرحلة 27 كيلو. يا لطيف. الرأس يصبح وزنه 27 كيلو استمرارية أصدق. طبعا لما تضل قاعد هيك بهالطريقة وزن الرأس يصبح 27 كيلو ونحن عم نتفرج على الموبايل. هذا لذلك العضلات والرقبة والأكتاف بيصير في عندنا تشنج شديد جدا بالعضلات. القعدة الطويلة يا إما قاعد على الكنبة بطريقة خاطئة، أيضا عم تاخد وضعية سيئة للعضلات القطنية والظهرية. قلة الحركة مع ثبات الحركة بوضعية خاطئة، كل هي تؤدي إلى تشنج بالعضلات والأوتار والألياف
وبالتالي تصبح آلام مزمنة بالتواتر، تصبح أمراض مزمنة. بيجيني مريض، بيجينا مرضى على العيادة إنه دكتور أنا صلي شهرين ثلاثة معقول ضل هيك؟ طبعا معقول، طالما أنت تمارس نفس الحالة بنفس الخطأ نفس الوضعية بنفس الطريقة بنفس الوضعية. طبعا ما أخذ دواء، حتى لو أخذ دواء كلياتنا بتذكر لعبة الطباشير اللي كانت تلعبها الولد والأمين، حدا عم يشد من هاي الجهة وحدا عم يشد من هاي الجهة. طبعا ما أخذ دواء ليشدني لهون وأنا عم مارس تصرفات بتشدني للطرف الآخر. صحيح. الدواء ما نو سحر. فبالتالي طالما نحن نمارس هذه الحالة، نمارس هذه العادات السيئة، قلة الرياضة والثبات بالوضعية الخاطئة والحضارة اللي نحن عم نمارسها بطريقة خاطئة. الحضارة حلوة كتير والإنترنت كتير حلو، لكن هو من أحد أمراض العصر الخطيرة جدا، لأنه عم تؤدي إلى ضعف. مو معقول شاب تلاقيه ببيع عنفوان شبابه وعضلاته ضعيفة، ما عنده قوة، والعضلة إذا ما كانت عم تحرك ورياضية بيقول لك أنا طول نهار بروح وبرجع، هذا مو شيء. في عنا في تقوية للعضلات. اي العضلات لما تكون عم تتمرن أكثر، عم تقوى أكثر، بتحمل الجسم أكثر، وبالتالي ما بيصير ارتكاسها ردات فعلها بتكون قليلة كتير. بينما إذا كانت العضلة ضعيفة، هواء صغير بممكن شوية هواء بيعمله تشنج، شد عضلي، قاعدة غلط بعمله تشد عضلي. كمان الفيتامينات بيقولوا دكتور بتأثر. لا شك الفيتامينات حكيناها من البداية كالتغذية، نوعية التغذية اللي عم ناخدها الفاست فود اللي للأسف كتير قيادنا متعودين عليها، ما عد رحنا باتجاه الأطعمة المغذية الطبيعية. بدنا الشغلات، الحليب بدون دسم إذا بده يشرب، هي إذا شرب حليب، الجبنة للأسف بودرة، فهذا كله ما عم يأخذ الجسم حاجته وطاقته من الفيتامينات اللي هي الأساساً تعمل له حالة من القوة وقوة العضلات وقوة الألياف. صحيح دكتور، من كلامك خلينا نرجع لنقطة، كنا نشوف يعني أشخاص بأعمار كبيرة ولكن بتطلع سلمى بتلاقي إنه هو ما في ولا سن عنده بيتمه في مشكلة أو ضرر، بتلاقي بنيته قوية، فبنرجع بيقولوا الله يرحم أيام زمان كانت التغذية غير، كان كل شيء طبيعي، كنا نتغذى على السمن العربي وإلى آخره. اليوم الظروف اختلفت ويمكن مشاغل الحياة خلتنا نقصر كتير بهي الناحية. قد اليوم مهم اتباع نمط غذائي يكون صحي وسليم، واليوم شو دور السوائل ببناء هذا العضل والمفاصل؟ السؤال ذو شقين. الشق الاول فيما يتعلق بالتغذيه، لا شك الظروف اختلفت، ولا شك انه المواد ما عاد بنفس نقاء ما كانت قبل، لكن هذا لا يعني انه ما موجوده. هي موجوده ببساطه مطلقه، موجودة بالخضروات، موجودة بالفواكه البسيطة اللي هي رخيصة تعتبر عندنا، الحليب الطبيعي موجود، الجبن الطبيعي موجود، اللبن الطبيعية موجودة، البيض موجود، البندورة موجودة، الخيار كل الخضرة هاي المواد الخفيفة نظيفة، هي تحمل من الفيتامينات ما تحمل، وبالتالي نحن إذا اعتمدنا عليها بالطبخ الصحيح واعتمدنا على الطبخ وعلى الأكل النظام الطبيعي الموجود بين إيدينا، ما عم نطالب إنه نجيب نحن هلأ تغذية خاصة لنا أبدا. يعني كتير ناس تسألنا إنه والله دكتور يعني ما لي أدران أنا أعمل نظام غذائي، ما نعمل لك أعمل نظام غذائي على عيني وراسي، يمكن إذا قادر تعمل نظام غذائي جيد، بس إذا مو قادر مو معناها إنه نحن في عالم آخر. لا، الأكل اللي موجود بين إيدينا يا ريت نستخدمه صح، يا ريت نبعد شوي عن الدايت اللي للأسف اللي عم يصير بشكل خاطئ كتير خاصة عند السيدات. طريقة التعاطي معه انه انا بدي امتنع عن الاكل، ما بدي اكل مشان انا والله نزل وزني، هاي طريقة للأسف من الاخطاء الشائعة. الدايت لا يعني والريجيم لا يعني انه انا امتنع عن الاكل، لازم اخذ لكن بمقادير. كل قد ما بدك بس كل بمقادير تكون صح. اما الشق الاخر اللي هو السوائل، السوائل مهمه جدا، نحن بنعرف 70-80% من الجسم هي ماء. بالتالي شرب السوائل كتير مهم. ليش؟ وخاصه فيما يتعلق بنحكي بالام المفاصل والعضلات، المفاصل بشكل رئيسي تغذيتها سوائل، كل ما خفت السوائل
كل ما زادت الخشونة بالمفاصل، وبالتالي تؤدي إلى آلام مفصلية، آلام وترية، آلام عضلية، نقص الكلس نتيجة التغذية. نقص الكلس كتير مهم بتعاطينا. أنا ما بأكل بيض، أنا ما بأكل حليب، أنا ما بأكل لبنة، ما بأكل جبنة، ما بأكل طبعا كله هذا ما بأكل، بصفي في عندنا نقص بوارد الكلس للجسم. هذا النقص أيضا مع السوائل يؤدي إلى آلام وآلام معممة، لأن الكلس هو أساسي جدا بالوصل العضلي العصبي بنسميه. وقت بيجي الأمر من الدماغ للعضلة بيجي عن طريق العصب، بيجي أمر من الدماغ عن طريق العصب، العصب بيوصل إلى مكان بيرتبط مع العضلة. هاي المكان الوصل ما بين العصب والعضلة الكلس مهم جدا يكون فيه. وقت بيصير في عنا نقص بالكلس ما بيصير في عنا نقل الأمر بشكل صحيح، وبالتالي العضلة ما بتستجيب وبتصبح ضعيفة. نقص المغنيسيوم المرتبط أيضا مع نقص الكلس من التغذية الصحيحة مع سوائلنا، هدول إن عناصر تغذية المفاصل والعضلات والأربطة والأوتار. صحيح. فنحن بقدر ما بيكون تغذيتنا سليمة معتمدة على عناصر غذائية ببساطتها، ولا ما وليس المطلوب إنه أنا أجيب ما لذ وطاب. ببساطة الأمور الله خلق لنا الخضرة المتواجدة بين إيدينا، وبلدنا بلد الخضرة. صحيح. والفواكه البسيطة كلياتها هي تؤدي إلى تغذية جيدة وفيها من السوائل. وأيضا نستخدم السوائل بشكل طبيعي بين 2 إلى 3 لتر باليوم، هذا هو اللي بيقولنا مفاصلنا، بيقولنا عضلاتنا، بيقولنا أوترنا. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم، أنت حضرتك قلت قديش مهم النمط الغذائي. اليوم للأسف أصبح استبدال النمط الغذائي بالمكملات الغذائية، يعني بنشوف أسهل شيء أنه أنا أجيب الفيتامينات كلها وأخذها وإن كانت مجموعة أو لوحدها، وأحياناً كتير من دون وصفة طبية، أنه وقاية. هل أنت مع هذا الشيء؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد خاطئ، وأؤكد على خطائية هذه الحالة. المكملات الغذائية لا تبني جسم. المكملات الغذائية لأعطي مثال بسيط جدا، أنت تكوني بالبيت هلأ فورا، وأنت بتعودة دائما الآن ست رشا تعطيكي كاسة مي، إذا بتقولي بدي أشرب دغري بتقولك تفضلي لا تحركي أنت. لما بتتعودي بعد شوي رشا بيكون عندها شغلة. صحيح. بتكون كاسة مي بعيدة عنك نص متر، ما بتمدي إيدك تجيبيها، بدك حدا يجي ياخذ لك إياها. صحيح. فأنت تماما نفس الشيء اللي بياخذ فيتامينات، الجسم ببلش بيعطل تصنيعه لهذه المادة. خلص صار عم ياخذها جاهزة. صار عم ياخذها، بتعود على الكسل إنه تجي من برا، لما ما بتجي من برا ما عاد يصنعها، ما عاد يشتغلها هو. فهون كارثة على الجسم. ثانيا المكملات لا تعيد عن الغذاء اطلاقا، والا كان خلص عملوا لنا كبسة اكل وفيتامينات انتهى الموضوع. هذا كلام للاسف بتمنى الكل يسمعوه، هذا خاطئ بالمطلق ولا يجوز. المكملات اللي نعطيها لتكملنا، هي اسمها مكملات، بدنا ناخذ اساسيات وبتجي المكملات إضافة عند الضرورة وليست تعويض. هي عند الضرورة وليست تعويض مطلق عن الغذاء. ولكن مثل ما ذكرت دكتور وحكيت سلمى، أنه اليوم بشكل شائع يعني بدون وصفة طبية عم بيروحوا، وخاصة النساء بيقولوا لك أنه بعد سنة 30 روحي للفيتامين د للبي بشكل كامل. يعني قد ايه اليوم تأثيره على الجسم دون ما نعرف نحن نسب النقص اللي عنا؟ سؤال كتير مهم وضروري جدا نعرفه. أرجو أنه ما حدا يأخذ دواء بدون وصفة. النسب المطلوبة للجسم بيقدرها الطبيب، ولا يقدرها من خلال أنه خدي هالقد عمرك 30 ولا عمرك 40. هذا الحكي نحن اخترعناه للأسف، ما في شيء اسمه عمره 30 ولا 40. مع احترامي وطبعا أنا أقدس هاي البلد وأقدس شعبنا وناسنا ومجتمعنا، لكن برا بيقولوا لك الشباب يبدأ بالستين. كن خالصين نحن للستين. نحن هون يا ريت للستين نقول خالصين. نحن قبل بكتير منقول انه والله بتلاقي الناس مختيرة. طبعا في ظروف في احوال ما أنا مختلفين. بس لكن كمان من داخلك انت كيف بتحسي. لما بتحسي حالك انت 30 انه انا خلصت
صرت لازم اخذ فيتامينات عوض. مين قال هالحكي؟ هذا الحكي ما هو صحيح. احيانا بعض التبدلات الهرمونيه اللي بتصير ممكن نحتاج مكملات، لكن لا يعني انه انا انتهيت واصبحت في سن العجز والشيخوخه وبالتالي انا يعني خلاص صرت لازم اجباري فيتامين د. مين قال هالحكي؟ ابدا هذا الكلام مو صحيح، لانه اساسا استخدام الفيتامينات او المكملات بطريقه خاطئه، سواء بطريقه الاخذ يعني كيف تناوله او في انه كميتهم. وكثير ناس بموضوع فيتامين د ولو هيك بسرعه راح اقولها، الفيتامين د كثير ناس بتجي لك انا لازم اخذ فيتامين د، والله انا الدكتور من زمان عم اخذ. طب ليه؟ مشان ما يصير معي نقص. هذا كلام اولا خاطئ. ثانيا بقول لك عم اخذ كثير ما عم بتحسن معي نقص الفيتامين د. طيب دور يا هل ترى انت عم تاخذه صح؟ عم تاخذه بالوقت الصح؟ ما لك عم تاخذه صح. انت قال لك الطبيب كيف تاخذه؟ لا والله انا عم اخذ كل يوم وما عم بيتحسن عندي. طبعا ما رح يتحسن عندك لانه له ظروف لتاخذه تستلمه. مثلا الفيتامين د لا يمكن، مو مثل الفيتامينات الاخرى شيء دسم بده يتاخذ مع 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 وجبه دسمه الغداء، لانه هو بينحل بالدسم ما بينحل بالماء مثل الفيتامينات الثانيين. بالتالي قد ما اخذنا ما عم نستفيد منه. وبالتالي ايضا طالما انا ما عم اخذه كثير وما عم استفيد منه، عم يتجمع عم يتراكم، ممكن توصل لمرحله حاله سميه بتناول الفيتامين د. فانا بكون عم بدي اعوض، بدخل بحاله اخرى خاطئه. نعم. طيب دكتور كمان حكيت على فكره كثير مهمه اليوم، قلت انه الحضاره نحن فهمناها بشكل خاطئ فما عاد تحركنا وما عاد عملنا شيء. اليوم بعض الاشخاص ممكن يكون عندهم مشاكل صحيه تمنعهم انهم يعملوا نشاط الرياضي بشكل عام. العلاجات الفيزيائيه او الرياضه الفيزيائيه قد ايه بتشوفها مهمه وممكن تساعد وتقوي العضلات اللي هي بتحمي المفاصل والعظم بشكل عام؟ لا شك المعالجه الفيزيائيه مهمه جدا، طبعا تحت اشراف. دائما في لازم يكون في اشراف لآلية التعاطي مع المعالجات. مثل ما حكينا قبل شوي، يقول واحد انا دائما بحرك، الله يرحمها امي، بقول امي اشتغلي اعملي شوي يا ابني، الله طول النهار عم اشتغل. هذا شيء، والرياضه شيء اخر. الرياضه انا بدي اعرف شو العضلات اللي بدي اقويها، وبالتالي شو التمارين اللي لازم اسويها. عشان هون بقول الاشراف، انا وقت بدي اقوي عضلات الفخذ مثلا في حركات معينه لازم اسويها وتمارين معينه لازم اسويها، وبدي اقوي عضلات ظهري في حركات ثانيه مختلفه، بدي عضلات كتفي مختلفه. المعالجه الفيزيائيه مهمه عندما تكون تحت الاشراف، بدها تكون تحت حاله اشراف وليست حاله انه انا كيف ما بدي. ثانيا انه الظروف، انا مع احترامي لا اقبل بالظروف، اقبلها بجزئيه بسيطه. طيب اذا بدي العب رياضه انا وقاعد على الكرسي تبعي بلعب، صعب اني العب رياضه انا وحرك كتفي وايدي. في تمارين والشخص في تمارين وانا يعني وقاعد بساويها. صحيح. ما انا حجه يعني انه والله انا تعبان ما خرجت. قلة مروي دكتور من الاخر. تماما هي قلة مروي. الحضاره الخاطئه اللي دخلتنا انه صارت الرتابه بالحياه والاسترخاء واللامبالاه. كبسه الزر. ابدا ما بدي سكر الشباك افتح الشباك تماما تماما. هي للاسف هي من مفرزات الحضاره، لكن نحن عم نوظفها بشكل خاطئ، ما عم نوظفها بشكل ايجابي. طيب دكتور اليوم بالشهر الكريم ومن خلال مجال عملك، اليوم في يمكن حالات كثير بدنا نسالك عنها اليوم بسبب الصيام، هل كان في له تاثير على الوضع العضلي المفاصل يعني راجعتكم خلال هذا الشهر؟ لا شك بالتأكيد في بعض التأثيرات لرمضان والصيام على اللي عندهم مشاكل مفصلية. طبعا أنا بس بين قوسين سريعة، المشاكل المفصلية لها علاقة بأوتار وعضلات ومفاصل وروماتيزم، كلياته بيسموه روماتيزم لكن هو خاطئ. روماتيزم حالة عامة، لكن هي الآلام العضلية والمفصلية مختلفة جدا. لكن كلها تجتمع عند حالة معينة، حاجة الماء. حاجة الماء للمفاصل والعضلات والأوتار ضرورية جدا ومهمة جدا. لذلك بعد الصيام
والخاطئ بشكل رئيسي بدي أقوله بيعرف ما بيعرفوا كيف الصيام فيما يتعلق بتناول السوائل. كتير مهم نقص السوائل على آلام المفاصل والعضلات، لا شك أنه تؤثر جدا. طيب هل يعني أنه إحنا ما لازم نصوم لأنه تأثر على عضلات المفاصل؟ لا، لكن طريقة تناول السوائل هي المهمة. كتير من الناس اللي بتصوم، وفي منهم بيقول لك أنا ما بشرب مي كتير، هاي من الأخطاء الشائعة. الشيء الثاني، كمية السوائل لازم أشربها أنا بفترة الإفطار بعد ما أكون صايم. الناس كتير الخطأ الشائع أنه أنا بمسك أنية المي بضل بشرب على الإفطار، أنه أنا عم عود، وقبل ما على السحور قبل ما يأذن الفجر يخلص الأذان دكتور، بتلاقي كمان كل واحد حامل الأنينة وماشي هنا وماسك أنه هو عم يعود. هذا كمان خاطئ جدا. اللي بدي أقول باختصار شديد جدا، الماء حاجة ضرورة، نحن بحاجة من 2 لتر ل 3 لتر مي يوميا. كيف بيشربها؟ ما بيشربها دفعة واحدة، لأنه الجسم رح ياخذ طاقته ويكب الباقي. لذلك أنا خلال فترة الصيام الإفطار عفوا من ما بين المغرب والفجر، هالفترة لازم وزع تناول شرب السوائل بحيث الجسم تقريباً، لحتى الخلايا تاخده وتكتنزه، وبالتالي ما بيعيد بيصير عندنا نقص خلال فترة الصيام، بيضل يغذي نفسه من حاله للخلايا تبعه. أما إذا بشربها دفعة واحدة فأنا ما عم أستفيد أبدا منها، بستفيد بطاقة صغيرة والباقي كله عم ينكب لبرا. فطريقة تناول السوائل خلال فترة الإفطار مهمة جدا، هذا التوازن كل شوي اشرب معي أنا 8 كاسات ل 12 كاسة، وزعهم كل ساعة كان في من ما أخذ فيها. إذا كل ساعة بشرب كاسة أنا جسمي عم يأخذ كل طاقته من الغذاء ومن السوائل، ولو أنه كنت صايم كل النهار لكن ما عم يكون أي له أي تأثير. شربيها سلمى كل ساعة إيجابي. يعني مو بالضبط كل ساعة بس يعني بلشت شوي أني تعودي تقريبا تعودي كل ساعتين ممكن أخذ كاسة مي، أو كل 3 ساعات بأخذ، هي مشان ما كذب. لا كل 3 ساعات قليل. طبعا السوائل ليش فقط ماء، العصائر سوائل، الشاي سوائل، المتة سوائل، يعني كله هذا فيه سوائل. أكيد نستفيد منها. اليوم دائما بيقولوا انه لا المي النظاميه مي الفيجه هي طبعا، بس انه بتاخذ شاي المتة الزهورات انت ما عم تحصل على نسبه المي الموجوده. شو صحتها دكتور؟ بنسمع كثير هي سلمى كمان جزئيا صح، هي الماء النقي مهم جدا. لكن انا عم اقول ككتله سوائل، أنا ما عبول أضيها بس يعني زهورات وشاي ومتة، لازم كتلة سوائل، الكتلة السوائل اللي لازم يتناولها الجسم حوالي 2 لـ 3 لتر. أكيد نبعد عن المنبهات لأن المنبهات مدرة بولياً طبعاً. فبالتالي ما فلذلك أنا الماء الطبيعي يبقى هو الأساس. يعني ما لو بشيء هيك نكتة صغيرة، مو هي نكتة حقيقة طبعاً، كنت بفرنسا ببدايات حياتي، فعندي صديق فرنسي لما نروح على مطعم بطلع احنا شو بتشرب؟ يقول لي مي. طيب ايه شو بتشرب يعني؟ هو سؤاله هو شرابه الماء يعني بدل ما تسلى بالشاي ولا باي شيء بيحط كاسة المي قدامه بيصير يشرب ويتمزمز فيها. يا ريت هاي العادة تصير عنا، انا عم تابعها، انا عم ساويها. يعني انا بطلع احيانا بقعد بحط كاسة المي قدامي بشرب كأني عم اشرب اي سوائل تانية ساخنة أو باردة. أكيد. طيب دكتور خلينا نحكي كمان اليوم عن بعض، صرنا نشوف حالات عند الشباب عندهم مثلا مشكلة بالمفاصل مبكرة، يعني مثلا حدا بيقول لك دايب الغضروف أو صاير شيء، تطلع عمره 30 سنة 32 سنة، أنه شو كيف هيك جرى؟ في بعض الدراسات أجريت أنه هل ممكن يكون تأثير اللقاحات اللي اتخذت وقت كورونا ممكن يكون لها تأثير؟ الأمراض اللي صارت ممكن يكون لها تأثير؟ سؤال صعب. يعني هي الدراسات عم تجرى عالميا يعني. أنا مو معنى صعب ما رح أجاوب عليه، بالعكس رح أجاوب عليه، لكن صعب لأنه هي عبارة عن مدارس تقول كثير. أكيد. لكن أنا رح أحكي وجهة نظري الشخصية كطبيب العلمية، لا قائمة على دراسة ولا على نمط معين. أي لقاح
عندما يتم إقراره يجب أن يجرب بطريق بفترة طويلة ويجرب في الدولة المصنعة على شعبه، بعدين يوجه للآخرين بعد نسبة كبيرة من الدراسات بحدود 3 سنوات 4 سنوات. فيما يتعلق بالجائحة كورونا اللي صارت، للضرورة القصوى ارتأت منظمة الصحة العالمية انه تساوي اللقاحات من خلال الدول. يمكن اول تأثير كنا عم نشوفه بالعظام يعني بكورونا، كانت الناس تقول حاسة حالها أكلة قتلة وقت تمرض. رح اقول شغلة، ان الكورونا هو فيروس الكورونا اللي هي موجودة اساسا ويا ما حكيناها وخاصة بالإخبارية، هي فيروس موجودة تؤثر بشكل او باخر وتضعف، لكن اعطيت حجم معين. هلا بدي احكي للقاحات مشان ما افوت بتفاصيل انا في غنى عنها. اللقاح هل هو السبب او عدمه؟ لا يمكن ان نبت في هذا الموضوع. السبب لانه هذا بده دراسات سنوات طويله وسنوات على التاثيرات. من لما تم اقرار اللقاح عالميا كان مفروض على البشر انه تاخده، انه حاجه الممكن، ما في شيء غيره، حاجه الممكن. الممكن كان ضرورة. صحيح. هل ترى تأثيراته كلها إيجابية؟ هل كان له تأثيرات سلبية وإيجابية؟ طبعا لا شك. هل عم نشوف بعض النتائج لهذه اللقاحات؟ عم نشوفها، ما فينا نتخبى وراء أصبعنا، لكن ما كان بالإمكان أكثر مما كان. كان شيء مفروض ضمن جائحة معينة في له تأثيرات إيجابية وسلبية لأنه أساسا غير مدروسة، فبالتالي ممكن يكون له تأثيرات سلبية تؤثر بشكل أو بآخر على مناعة الجسم، على الحالة العامة للجسم. أكيد. هذا وارد، لكن لا يمكن أن نبت في هذا الموضوع علميا إلا من خلال دراسات تجرى على آلاف اللي أخذوا اللقاحات. يا هل ترى هل كان هناك تأثير سلبي أو عدو؟ الله أعلم. الله أعلم. إن شاء الله هيك دائما بنقول الصحة والسلامة للجميع. دكتور شكرا لحضورك اليوم وأهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. ينعاد عليك دكتور، شكرا لك لوجودك معنا. شكرا لك.